السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنقول إن شاء الله المحاضرة أو الجزء الثاني من محاضرة الجلايكوليس. الأهداف بتاعت المحاضرة اللي إحنا ابتديناها في الجزء الأول كان definition تعريف الجلايكوليسز، السايت أو اللوكيشن، الستيبس بتاع الجلايكوليسز، functions of glycolysis, regulation of glycolysis and diseases related. كنا خدنا أول ثلاث نقط definition size steps وفي عجالة كده نفكركم كنا definition بتاعت glycolysis conversion of glucose into pyruvate in presence of oxygen and mitochondria or conversion into lactate in absence of mitochondria or oxygen with production of energy. وقلنا السايت أو اللوكيشن almost occur in every body cell especially RBCs due to mitochondria lack, white blood cells due to few mitochondria and muscle during exercise. And it occurs in the cytosol of the قلنا بتنقسم إلى جزئين. الجزء الأولاني اللي هو energy requiring stage اللي بتبتدي energy requiring stage اللي بتبتدي من الجلوكوز اللي تنتهي ب 2-glycoside-3-phosphate. الجزء الثاني اللي هي energy طبعا energy requiring stage دي بنستهلك فيها 2 ATP 1 ATP في أول خطوة و 1 ATP في ثالث خطوة. بعد كده في الستيج الثانية اللي هي energy producing stage اللي بتبتدي بالاثنين جلسكالدايت 3 فوسفيت وتنها ماشية الباثوي ده هو لحد ما نوصل إلى بايوفيت أو لاكتيت. وال energy producing stage دي بتنتج أو produces 4 ATP and 2 NADH بلس بوت. دي الخطوات بتاعت ال قلنا اللي بتنتج كل ده كان في المحاضرة الأولانية. الانرجي اللي بتنتج من الجلايكوليسيس ان انايروب الجلايكوليسيس في عدم وجود الاكسجين او الميتوكوندريا بينتج 4 وبيستهلك 2 والناد اتش اللي طالعه ما بنستفدش منها از انرجي برودكشن يبقى المجموع 4 ناقص 2 يساوي 2. بالنسبة للأروبيك برضه نفس الحكاية 2 و 2 4 ناقص 2 يساوي 2. بضيف لهم الإنرجي نتيجة أوكسيديشن أوف هيدروجين أوف نات في الريسبات شين الواحدة بتديني 1.5 أو 2.5 يبقى 1.5 في 2 ب 3 و 5 يبقى بضيف على المجموعة 3 أو 5 يبقى التوتال 5 أو 7. ده الكلام ده احنا قلناه بالتفصيل المحاضرة اللي فاتت وده كان ملخص سريع ليه. النهاردة الحاجة الجديدة هنقول functions of glycolysis. functions of glycolysis الـ function of glycolysis دي الرسمة دي ممكن تلخصها ان glycolysis بيبتدي بالجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت الى فوكتوز 6 فوسفيت فوكتوز 1 6 بيس فوسفيت اللي بينقسم إلى داي هيدروكسي أسيتون فوسفيت أند جلسكالدهايد 3 فوسفيت. جلسكالدهايد 3 فوسفيت هيتحول إلى 1 3 بس فوسفو جلسكيت 3 فوسفو جلسكيت 2 فوسفو جلسكيت فوسفو إينو بايوفيت أند فاينالي بايوفيت. الرسمة دي ممكن نطلع من عليها الـ functions بتاعت الجلايكوليس. أول حاجة إن في طبعاً إنرجي بتخرج اللي هم الخطوات 1 3 بس فوسفوجلسكيت اذا 3 فوسفوجلسكيت بيطلع لي 2 ATP
الخطوة التالية اللي هي الفوسفين بيروفيت إلى بيروفيت بيطلع لي 2 ATP 4 ATP كده، بطرح منهم الاتنين اللي استهلكوا في الستيج الأولانية، يبقى الانرجي برودكشن 2 4 ناقص 2 يساوي 2 ATP. طبعا لو توفر الأكسجين يبقى النت اتش دايت هتديني اديشنال انرجي. يبقى أول حاجة فانكشن بتاع الجلايكوليسيس انرجي برودكشن، واحنا عرفنا ازاي. تاني فانكشنز اننا نقول ممكن الانترميدياس، كلمه انترميدياس يعني الحاجات اللي انا اللي هي البرودكت زيها اللي هي طالعه من الجلوكوز، واحده من الانترميدياس دي ممكن تتحول الى ماده مفيده للجسم. على سبيل المثال الداي هيدروكسي اسوفوسفير ده ممكن يستخدم في صناعه التراي اسايل جليسكولز، وممكن تبقى مفيده لللايبوجينيسيس. يبقى تراي اسايل جليسكول والفوسفوليبز بتحتاج الى الداي هيدروكسي اسوفوسفير، يبقى ده اذا الجلايكوليسيس ممكن يساعد في اللايبوجينيس صناعه الليبس. طيب نمره 2 ال 1 3 بس فوسفوجلسريت ده هيدينا حاجه اسمها 2 3 بس فوسفوجلسريت، وده مهم ليه في الار بي سيز وهنعرف تفصيله دلوقتي حالا. نمره 3 ان 3 فوسفوجلسريت ممكن يتحول الى امينو اسيد سيرين، يبقى الجسم لو محتاج نون اسينشال امينو اسيد اسمه سيرين ممكن يحوله من 3 فوسفوجلسريت. اخيرا البيوفيت ممكن يتحول الى امينو اسيد اسمه الانين. يبقى دي كلها الفانكشنز بتاعت الجلايكوليس. يبقى نقول تاني الجلايكوليسيس يا اما بنقسمها الى انرجي فانكشنز يا اما ميتابوليك برودكتس فانكشن. انرجي فانكشنز ان الجلايكوليس بتديني انرجي، وخصوصا في الحاجات اللي هي بتحتاج الى جلايكوليسيس زي ما قلنا قبل كده الريد بلاد سيلز الوايت بلاد سيلز سكليتال ماسز البرين ادرينال ميلان. الميتابوليك برودكتس قلنا ان ال 1 3 ال 2 3 بس فوسفوجلسريت فور اوكسجينيشن، داي هيدروكسي اسوفوسفيت فور لايبوجينيسيس، 3 فوسفوجلسريت فور سيرين سينثيسيس، اند بايروفيت ممكن يتحول الى الالانين. يبقى لو احنا قلنا الانرجي يا ترى بيطلع لي قد ايه؟ قلناها قبل كده مره واثنين وثلاثه، ان الانرجي برودكشن في حاله عدم وجود الاكسجين الميتوكوندري هيديني 2 اي تي بي، في وجود الاكسجين بضيف لهم 3 او 5 يبقى المجموع 5 او 7 اي تي بي. وقلنا الكلام ده مهم مش هنكرره تاني بقى للتيشوز اللي هي الار بي سيز والدبليو بي سيز وسكليتال ماسل برين اند ادرينال. طيب في حاجه تانية ممكن واحده من الانترميدياس اللي هي بتاعه الجلايكوليسيس قلنا تكون لي بعض المواد المفيده زي 2 3 بس فوسفوجلسريت او الداي هيدروكسي اسوفوسفيت مفيد لللايبوجينيسيس، او 3 فوسفوجلسريت ممكن يتحول الى سيرين، او البيوفيت ممكن يتحول الى الالانين. طيب ايه حكايه 2 3 بس فوسفوجلسريت؟ الحكاية ببساطة إن في الـ RBCs ممكن يتكون مركب اسمه 2-3 بس فوسفوجلسريت، يبقى ده خاص بالـ RBCs. واحنا عارفين الـ function الأساسية بتاع الـ RBCs إن هي تحمل الأكسجين من الـ lung إلى الـ tissues. يبقى 2-3 بس فوسفوجلسريت ده بيتكون في الـ RBCs في مجموعة من الـ reaction، أو في reaction اسمها Rabo-Polt-Lobring cycle، أو بنسميها ببساطة 2-3 بس فوسفوجلسريت سايكل، 2-3 بس فوسفوجلسريت سايكل. فايدة إيه الـ 2-3 يعني فايدة إيه تكوين الـ 2-3 بس فوسفوجلسريت ده؟ الـ 2-3 بس فوسفوجلسريت ده هوت اللي هو بنختصره بـ 2-3 BBG، إن هو بيقلل decrease affinity of homologous to oxygen، بيقلل affinity بتاعت homologous to oxygen. يعني ما يخليش الاكسجين يمسك جامد، الهيموجلوبين يمسك جامد في الاكسجين، وبالتالي عند التيشوز يسيب الاكسجين للتيشوز ويحقق الاكسجينيشن بتاع التيشو. يبقى فايده وجود 2-3 بي بي جي ان هو بيقلل قابليه الهيموجلوبين للاكسجين فين؟ عند التيشو مش في اللنج، عند التيشو، وبالتالي يسيب الاكسجين تيشو فور اكسجينيشن.
يبقى ده فايدة 2-3 بوسفوسفو جليسريت. طيب لو جرى الجلايكوليسيس بنفتكر الجلايكوليسيس، المسار الطبيعي لما كنا بنوصل في الاستيج الثانية إلى جليسرالدهايد 3 فوسفيت إلى جليسرالدهايد 3 فوسفيت كان بيتحول إلى 1-3 بوسفوسفو جليسريت، ثم بنشيل الفوسفيت اللي هي في نمرة واحد دهيت اللي هي فيها إنرجي بوند على ADP يتحول إلى ATP، وال 1-3 يتحول إلى 3 فوسفو جليسريت اللي بيكمل إلى البيروفيت. طيب جميل، أمال في السايكل اللي إحنا بنقول عليها ده 2-3 بوسفوسفو جليسريت سايكل بقى بيحصل إيه؟ لا ما بيحصلش الكلام ده، أمال بيحصل إيه؟ بدل ما ال 1-3 يتحول إلى 3، لا ال 1-3 يتحول إلى 2-3. يعني إيه 2-3؟ يعني إن ال 1-3 ده هو الفوسفيت اللي في نمرة واحد أهو هينزل بالتبادل مع الـ OH اللي في نمرة 2 عشان يكون لي الـ 2-3. اتفقنا قبل كده في المحاضرة الأولانية قلنا الفوسفيت بيتحرك من 1 ل 2 أو من 1 ل 6 أو من 6 ل 1 في نفس المركب بإنزيم اسمه ميوتيز إنزيم. يبقى إذا اللي هينزل لي الفوسفيت من نمرة 1 لنمرة 2 هو ميوتيز إنزيم بسميه بيسفوسفوجليسريت ميوتيز. طيب ايه الفرق بين ان ال 1-3 وال 2-3؟ لا فرق جامد قوي. الفرق الجامد ده ان 2-3 بس فوسفوجليسريت دهوت هيشتغل دلوقتي حالا از ان هو هيقلل الافينتي اوف هيموجلوبين 2 اوكسجين. يبقى انا كونت حاجه داخل الار بي سيز بتقلل لي الافينتي اوف هيموجلوبين 2 الاوكسجين. طيب وبعدين بعد كده الخطوه اللي بعد كده 2-3 بس فوسفوجليسريت بانزيم بقى مش اي دي بي، بانزيم اسمه فوسفاتيز انزيم. الفوسفاتيز انزيم ده هيشيل الفوسفيت اللي في نمره 2 از ان اورجانيك فوسفيت، مفيش انرجي هنا بقى، از ان اورجانيك فوسفيت ويتحول الى 3 فوسفو جليسرين. يبقى اذا انا حولت دلوقتي كونت ال 2-3 بس فوسفو جليسرين وبتحويله 2-3 بس فوسفو جليسرين دهوت وبعدين عشان يقلل لي الافينيتي اوف هيموجلوبين 2 فانا حته في الار بي سيز. يبقى ده مهم، يبقى هو ده اللي هو الرسمه اللي وصلنا لها. يبقى تاني المسار الطبيعي، المسار الطبيعي اهو ماشي بالبوينتر اهو جلسترال 3 فوسفيت 1-3 بس فوسفوجلسكيت الى 3 فوسفوجلسكيت وطلع لي اي تي بي. امال المسار اللي هو التالت في الار بي سي احيانا مش دايما في الار بي سي كده، بقول لما الار بي سي تبقى محتاج ال 1-3 بوسفوسفو جليسرين يتجه الى 2-3 بوسفوسفو جليسرين بانزيم اسمه ايه؟ ميوتيز. عمل ايه؟ نزل الفوسفيت من نمره 1 لنمره 3، ثم ال 2-3 بوسفوسفو جليسرين اللي هو هيشتغل بقى از الافينيتي بتاعت الهيموجلوبين الاكسجين يشتغل، وثم يتحول في الاخر بالفوسفاتيز انزيم اللي هشيل الفوسفيت من نمره 2 يتحول الى 3 فوسفو جليسرين. حد هيقول لي الله ده احنا خسرنا دلوقتي انرجي، خسرنا انرجي ازاي؟ اللي هو الاي تي بي ده. اقول له صح، الانرجي دي هنخسرها بس كسبنا برضه، احنا قلنا مش كل المولوكيولز بتتحول تاخد المسار ده في الار بي سيز، ونمره 2 كسبنا 2-3 بس فوسفو جليسرين اللي هي عشان الوظيفه الاساسيه بتاعت الار بي سيز اللي هي انها بتحمل الاكسجين وتوديه للترشز. طيب نقول انا بغير فوق تاني المسار الطبيعي 1-3 بوسفوسفو جليسريت يتحول الى 3 فوسفو جليسريت في وجود ال ADP يتحول الى ATP خد الفوسفيت من هنا. انما بالنسبه ل 2-3 بوسفوسفو جليسريت سايكل ال 1-3 يتحول الى 2-3 بانزيم اسمه ميوتيز، الفوسفيت اللي في نمره 1 هينزل اللي في نمره 2، ثم ال 2-3 بوسفوسفو جليسريت هيطلع منه الفوسفيت از ان اورجانيك فوسفيت ويتحول الى 3 فوسفوجليسرين. خسرت اي تي بي؟ اه خسرت اي تي بي بس كسبت حاجه مهمه قوي اللي هي ال 2-3 بس فوسفوجليسرين. بيتم بانزيم اسمه ايه؟ 2-3 بس فوسفوجليسرين فوسفاتيز. يبقى الفوسفاتيز ده ما ننساهوش كقاعده، هو اللي بيشيل الفوسفيت من المركب از ان اورجانيك فوسفيت، بيشيل الفوسفيت من المركب لان ده هيتكرر معانا، يشيل الفوسفيت من المركب از ان اورجانيك فوسفيت. ايه فايدة ال 2-3 بس فوسفو جليسريت؟ فايدته قلنا قبل كده ان هو بيقلل الافينيتي اوف هيموجلوبين 2
2 اوكسجين، بيقلل الافينيتي اوف هيموجلوبين 2 اوكسجين. طيب يبقى خلصنا الوظائف بتاعت الجلايكوليز. نخش بقى على جزء مهم قوي اسمه ريجوليشن اوف جلايكوليز. ريجوليشن يعني ايه ريجوليشن؟ العوامل اللي بتخلي جلايكوليز تبرموت او ستيميليتد، وايه الحاجات اللي تخليها. اول حاجه اللي بيخلي اي باثوي يبقى ستيميليتد او انهبيتد، ده بيتم عن طريق مجموعه من الانزيمز بنسميها كي انزيمز. يبقى احنا دلوقتي اهو الكي انزيمز دي هي ممكن الانزيمز موجوده في الباثوي اللي من خلالها يتم الريجوليشن. دي نمره واحد. نمره اتنين، الرياكشن دي بيسموها عاده الكوميتد ستيبس. كوميتمنت يعني التزام، كوميتد ستيبس، الستيبس اللي هي عليها التزام الريجوليشن. الانزيمز اللي هي موجوده في الجلوكوليسيس ثلاثه، اللي هي الجلوكوكاينيز والفوسفوفراكتوكاينيز والبيروفيت كاينيز. هنقول نشوفهم في الصوره كده. تاني ادي الجلايكوليسيس قصادنا عباره عن 10 خطوات اساسيه. بقول خطوه واحد، خطوه ثلاثه، خطوه 10، دول اللي هم الكي انزيمز، دول اللي من خلالهم يتم الريجوليشن. ونلاحظ هنا ان دول اولا كلهم كاينيز انزيمز. نمره اثنين ان هم ايرفرسبل رياكشن. يبقى الثلاثه الايرفرسبل رياكشن بتوع الجلايكوليسيس هم دول اللي بيتم من خلالهم ال regulation of glycolysis. تاني بقولهم الخطوه الاولانيه اللي هي جلوكوكاينيز او هيكسوكاينيز، الخطوه الثالثه اللي هي فوسفوفراكتوكاينيز 1، الخطوه العاشره اللي هي بايروفيت كاينيز. دول اللي بيتم الريجوليشن. بنقسم الريجوليشن الى ريجوليشن يتم عن طريق الهرمونز بسميها هرمون ريجوليشن، او عن طريق الانرجي انرجي ريجوليشن، او عن طريق السبستريتس السبستريت ريجوليشن. هرمون ريجوليشن هما تو هرمونز، انسولين وجلوكاجون، واحد يعمل ستيميليشن واحد يعمل انهبيشن. انرجي ريجوليشن يا ترى الاي تي بي متوفر ولا الاي دي بي هو المتوفر والاي ام بي. والسبستريت ريجوليشن هنشوفهم دلوقتي اللي هم اربعه. يبقى ده كان المسار ده بتاع الجلايكوليسيس من جلوكوز الى بايروفيت، ودول الانزيمز اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هم كي انزيمز، اللي هم كلهم جلوكوكاينيز، اللي هم الريفرسو جلوكوكاينيز هيكسوكاينيز فوسفوكاينيز 1 اند بايروفيت كاينيز. بنقول هنا اهوت الهرمون ريجوليشن انسولين وجلوكاجون. الانسولين بيعمل ستيميليشن تقريبا لكلهم، والجلوكاجون بيعمل انهبيشن ليهم كلهم. يعني افهم كده ان الانسولين بيعمل ستيميليشن للجلايكوليسيس لانه بيأثر على ثلاثه انزيمز. الله انت تقول اربعه، لا، الانسولين لا يؤثر على الهيكسوكاينيز الكيسكاينيز، الانسولين يؤثر على الجلوكاينيز. على فكره بالنسبه قلت قبل كده انه الجلوكاينيز ده موجود في الليفر فقط، الليفر فقط. يبقى الانسولين هيأثر على الجلوكاينيز والفوسفوكاينيز 1 والبايروفكاينيز ستيميليشن. الجلوكاجون يعمل انهبيشن ليهم هم الثلاثة. أمال الهيكسوكاينيز إيه اللي بيأثر عليه؟ بيأثر عليه سبستريت. إيه هو السبستريت؟ هنخش بقى على السبستريت ريجوليشن. الجلوكوز 6 فوسفيت، إحنا عارفين أول خطوة في الجلايكوليسيس لو فكركم بيها اللي هي كان أول خطوة، أنا هكتبها هنا بالجنب. أول حاجة جلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفيت. بقول وطبعا ده الريفرسبل، بقول الجلوكوز 6 فوسفيت ده هوت ممكن يعمل حاجة اسمها فيدباك انهبيشن أو الستيريك انهبيشن، يرجع تاني على الهيكسوكاينيز ويعمل له انهبيشن. يبقى إذا الهيكسوكاينيز ده هو ما بيحصلوش ستيميوليشن او انهبيشن بالانسولين والجلوكوجون، انما بيحصل له فيدباك او الستيريك انهبيشن بواسطه الجلوكوز 6 فوسفيت، يرجع تاني يعمل له انهبيشن. جميل. طيب
ايه تاني من السبستريت؟ الستريت، في حاجه اسمها الستريت هنعرفها لما نوصل لكير سايكل. الستريت لما يكتر في الخليه يعمل انهبيشن للفوسفوريكتو كاينيز 1. دول الحاجتين اللي هم بيعملوا انهبيشن. يبقى انا بتكلم على السبستريت لحد دلوقتي، جلوكوز 6 فوسفيت والستريت. طيب هل في سبستريت بتعمل ستيميوليشن؟ في حاجه اسمها فركتوز 2 6 بيس فوسفيت، وهنتكلم عليها بالتفصيل، بتعمل ستيميوليشن للفوسفوفركتو كاينيز 1. وفي الفركتوز 1 6 بيس فوسفيت بيعمل ستيميوليشن للبايروفيت كاينيز. يبقى اذا لما اتكلم على السبستريتس يبقى انا قلت الهرمونز خلاص انسولين ستيميوليت وجلوكون انهبيت. السبستريت في بعضها اللي هي جلوكوز 6 فوسفيت بيعمل فيدباك انهبيشن للهيكسوكاينيز. قلت الستريت بيعمل انهبيشن للفوسفوفراكتوكاينيز. قلت دول انهبيشن. قلت الفركتوز 2 6 بيس فوسفيت بيعمل ستيميوليشن للفوسفوفراكتوكاينيز 1. قلت الفركتوز 1 6 بيس فوسفيت بيعمل ستيميوليشن للبايروفيت كاينيز. يبقى دول كلهم سبستريت. امال الانرجي بقى ريجوليشن اللي هو ايه؟ اللي هو حاجتين، الاي تي بي والاي ام بي. طبعا معروف ان لما تكتر الانرجي اي تي بي كتير في الخليه يبقى انا مش محتاج ان اعمل اكسديشن عشان اعمل مزيد من الانرجي. يبقى الاي تي بي لما يكتر يعمل انهبيشن للفوسفوفراكتو كاينيز، والاي تي بي يعمل انهبيشن ايضا للبايروفيت كاينيز. يبقى الاي تي بي بيعمل على حاجتين، فوسفوفراكتو كاينيز 1 وبايروفيت كاينيز. والاي ام بي ده يعتبر الانرجي قليله، ده يمثل الانرجي قليله فيعمل استيميشن للفوسفوفراكتو كاينيز 1. يبقى دي الريجوليشن. تاني ريجوليشن بنعملها وده درس مهم او نقطه مهمه، اللي هي هرمونال ريجوليشن وسبستريت ريجوليشن و انرجي ريجوليشن. طيب احنا ذكرنا حاجه اسمها 2 6 بيس فوسفيت. احنا اخذنا قبل كده حاجه اسمها فركتوز 2 6 بيس فوسفيت، خدنا حاجه قبل كده اسمها فركتوز 1 6 بيس فوسفيت. افكركم بيها، لما قلنا الفركتوز 6 فوسفيت يتحول الى فركتوز 1 6 بيس فوسفيت بواسطه الفوسفوفراكتو كاينيز 1. ولو انا حبيت اشيل هنا فوسفيت هشيله از ان اورجانيك فوسفيت بواسطه الفوسفاتيز انزيم فركتوز 1 6 باي فوسفاتيز او بيس فوسفاتيز. طيب يبقى اذا هنا فوكتوز 6 فوسفيت الى فوكتوز 1 6 فوسفيت، ده الرياكشن اللي احنا خدناه قبل كده. بقول لا، ده في انزيم تاني اسمه فوسفوفراكتو كاينيز 2. الفوسفوفراكتو كاينيز 2 ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيعمل فوسفوفراكتو كاينيز 2 ده بيحول فوكتوز 6 فوسفيت الى فوكتوز 2 6 بيس فوسفيت. يبقى اذا انا عندي 1 و2، 1 بيديني فوكتوز 1 6، 2 بيديني فوكتوز 2 6. طيب ايه فايدة الفركتوز 2 6 بيس فوسفيت ده؟ هل بيكمل في الجلوكوز؟ لا ما بيكملش في الجلوكوز. امال بيعمل ايه؟ ده بيعمل لي ستيموليشن للفوسفوفراكتو كاينيز 1. يبقى اذا الفركتوز 2 6 بيس فوسفيت ده بيعمل لي ستيموليشن للفوسفوفراكتو كاينيز 1. قبل بس ما اتنقل هنا اهوت بقول الفوسفوفراكتو كاينيز 2 ده اهوت ممكن يحول الفركتوز 6 فوسفيت الى فوكتوز 2 6 بيس فوسفيت، وفي نفس الوقت بيحول الفوكتوز 2 6 فوسفيت يشيل منه فوسفيت ويحوله تاني الى الله. ده انت قلت لنا فوسفاتيز قبل كده، مش كاينيز. لا ده من الاستثناءات اللي احنا بنقول ليه باي فانكشنال. باي فانكشنال يعني ايه باي فانكشنال؟ باي فانكشنال يعني ان هو ممكن يضيف فوسفيت على نمره 2 او ممكن يشيل الفوسفيت اللي في نمره 2 ويتحول تاني الى فوكتوز 6 فوسفيت. طب ايه اللي يحول ده او يحول ده؟ على حسب، بعد الاكل الانسو هيطلع يعمل ستيميليشن للاتجاه ده اللي هو اتجاه فوكتوز 2 6. ديورنج فاستنج هيعمل يحصل العكس، ان الفوسفوكاينيز 2 اللي هو كانه بيشتغل فوسفاتيز يرجع تاني ويعمل لي فوكتوز 6 فوسفي.
طب نكمل بقى، يبقى اذا الفوكتوز 6 فوسفيت قلنا ممكن يكمل يعمل لي فوكتوز 2 6 فوسفيت، وده واحد من الريجوليتور، واحد من السبستريتس اللي ممكن تعمل الريجوليشن للجلايكوليسيس. ازاي؟ قلنا ان الفوكتوز 6 2 فوكتوز 2 6 فوسفيت بيعمل ستيميليشن لفوسفوفاكتور كاينيز 1، وبيعمل عكس انهبيشن للفوسفاتيز انزيم اللي بيرجع ال 1 6 الى فوكتوز 6 فوسفيت. طيب قلنا الفوسفوفاكتور كاينيز 2 ده هو اللي بيصنع الفوكتوز 2 6 فوسفيت بسفوسفيت، ده هاي هاز باي فانكشن رول، قلنا يا اما يمشي اتجاه الاكسديشن يا اما يمشي في اتجاه العكس. افتر ميل، افتر ميل بيمشي اتجاه الاكسديشن، ديونج فاستنج بيمشي العكس الى اتجاه الجيل الفوسفيت. تاني يبقى انا تاني ده ملخص تاني ايه هي لما نتسال في الريجوليشن هنقول والله هرمون ريجوليشن، سبستريت ريجوليشن، انرجي ريجوليشن. هرمون ريجوليشن انسولين بيعمل ستيميليشن للكل في ما عدا الهيكس كوينيز، جلوكاجون بيعمل انهبيشن. الانرجي الاي تي بي بتعمل انهبيشن للفوسفوفاكتور كوينيز، اي تي بي بتعمل انهبيشن للفوسفوفاكتور كوينيز 1 وبتعمل انهبيشن للبايروفيت كوينيز. الاي ام بي ده الانرجي، الاي ام بي بيعمل ستيميليشن للفوسفوفاكتور كوينيز 1. طيب السبستريت الجلوكوز 6 فوسفيت بيعمل الستيريك انهبيشن للهيكس كوينيز، الستريت بيعمل الستيريك انهبيشن للفوسفوفاكتور كوينيز 1، الفوكتوز 2 6 اللي احنا كنا بنتكلم عليه حالا بيعمل ستيميليشن فوسفوفاكتور كوينيز 1، الفوكتوز 1 6 مش 2 6 1 6 بيعمل ستيميليشن للبايروفيت كوينيز. كده احنا خلصنا الريجوليشن، يبقى خلصنا الفانكشنز، خلصنا الريجوليشن. يا ترى ايه هي ريليتد للجلايكوليسيس اللي احنا بنسميها كلينيكال اسبيكتس اوف جلايكوليسيس؟ هي بتتمثل في ثلاث حاجات: بايروفيت كاينيز ديفيشنت، بايروفيت كاينيز انزيم ديفيشنسي، هيكس كاينيز ديفيشنسي، اند لاكتيك اسيدوز. احنا قلنا البايروفيت كاينيز، بايروفيت كاينيز ده انزيم اللي هو من ضمن الثلاثة الإيريفيرسيبل، من ضمن الثلاثة كي إنزيم اللي هو بينتج اي تي بي، لو نقص يبقى الاي تي بي مش هتطلع، لو نقص يبقى الاي تي بي مش هتطلع. اللاك اوف اي تي بي، الاي تي بي ده مهم عشان الصوديوم بوتاسيوم بامب وعشان الانرجي بتاعت الار بي سيز وعشان يحافظ على الار بي سيز انتجريتي. لما قل تبتدي الار بي سيز تبتدي تتكسر وتطلع محتويات. ما دام الار بي سي اتكسرت وطلعت محتوياتها دي بنسميها هيموليتيك انيميا، هيموليتيك انيميا. في انزيم تاني اللي هو هيكسوكاينيز ديفيشنسي برضه، بس ده ليس كومن عن بايروفيت كاينيز ديفيشنسي، يعني بايروفيت كاينيز ديفيشنسي مور كومن عن الهيكسوكاينيز ديفيشنسي، وده برضه بيؤدي الى هيموليتيك انيميا. يبقى الانيميا ليها فيها انواع كتيره من ضمنها الهيموليتيك انيميا. من ضمن اسباب الهيموليتيك انيميا هيقابل لنا كذا نوع في واحنا بندرس البايو، البايوريت كاينيز ديفيشنسي او الهيكس كاينيز ديفيشنسي دول هيؤدوا الى الهيموليتيك انيميا. طيب يا ترى المريض او بتحصل في اي سن؟ غالبا بتحصل في سن صغيره والطفل لسه صغير قوي. الام بتيجي هل بتشتكي لك من ان الطفل عنده هيموليتيك انيميا او بتشتكي لك الار بي سي بتتكسر؟ الام ما بتعرفش كده. امال الام بتيجي لك بتقول لك ايه؟ بتقول لك الطفل لونه اصفر، الطفل لونه اصفر. يعني ايه لونه اصفر؟ يعني عنده صفار. ليه الصفار ده؟ لان الهيموليتيك انيميا بتكسر او سيز بتطلع محتوياتها من الهيموجلوبين، الهيم بعد كده يتحول الى بيليروبين ويسبب صفار للطفل. طيب الحاجه الاخيره، احنا قلنا بايروفيت كاينيز، قلنا الهيكس كاينيز ديفيشنسي، قلنا اللاكتيك اسيدوز. اللاكتيك اسيدوز ديت احنا المفروض ان احنا خدناها في او هناخدها في الريسبيراتوري موديول، واللاكتيك اسيدوز ديت عباره عن اللاكتيت نتيجه اكسسيف جلايكوليسيس لاي سبب، هنقول هنعرف اسبابها ايه. لو اللاكتيت زاد يبقى هيطلع له البلازما بافر الصوديوم بايكربونات ويحصل تفاعل
التفاعل ده هيكون نتيجته إن هيحصل تبادل ما بين الصوديوم بيكربونات ال H اللي هنا هتروح مكان الصوديوم ده هي هيتكون إن هو صوديوم لاكتيت ده الصوديوم بيكربونات دي المفروض تيجي هنا يبقى هيحصل بقول لاكتيت مع الصوديوم بيكربونات هيحصل تبادل ما بين الصوديوم والهيدروجين هيجي هنا صوديوم لاكتيت صوديوم لاكتيت وكربونيك أسيد وكربونيك أسيد هتكون النتيجة إن الكربونيك أسيد دوت هيتحلل إلى مية و CO2 ويقل التأثير بتاع اللاكتيت أو اللاكتيك أسيد. إنما لو حصل بقى زيادة في الكلام ده هوت كله هتكون النتيجة إن البيكربونيت ده كله اللي هو بسميه الألكالي ريزيرف هيقل في البلاد وده هيؤدي إلى إن الـ pH تتغير وتبقى أسيدك وتؤدي إلى لاكتيك أسيدوز. يبقى تاني اللاكتيت اللي بيجيبها في الجلايكوليسيس لو زاد هيخلص البيكربونات يعمل ديبليشن خلاص يعني ديبليشن للبيكربونات اللي موجود في البلازما واشتغل از بفر اللي هو الكالي ريزيرف وبالتالي لما يقل البيكربونات ده هيقلل البي اتش ويؤدي الى لاكتيك اسيدوز. طيب الاسباب اللاكتيك ليه يزيد اللاكتيك اسيدوز هي قلنا مصدر اللاكتيت منين؟ مصدر اللاكتيت عادة يا إما في الأر بي سيز يا إما من المصدر ده طبيعي إنما بيزيد إمتى؟ في السيفير ماسكولار اكسرسايز في السيفير ماسكولار اكسرسايز ده ممكن يؤدي إلى لاكتيك أسيدوز و أو ديكريز سوزيشن أوف لاكتيت إن تيشوز يبقى في أكيوميشن يبقى في لاكتيت كتير بس التيشوز مش قادرة تستوعبه. طيب وفي ممكن يبقى حاجة تانية اللي هي الفينفومين. الفينفومين ده دواء مرضى السكر بتاخده. الفينفومين ده بيساعد على anaerobic oxidation of glucose فبيحول الجلوكوز بدل ما يبقى aerobic يتحول الى anaerobic وينتج كمية كبيرة من اللاكتيت. يبقى يا اما increase formation of lactate يا اما decrease utilization of lactate زي في حالات الانوكسيا او lack of oxygen او اللي بياخدوا الدواء. فحالات الانوكسيا والحاجات دي زي ايه؟ زي الميوكارديال انفاركشن الاحتشاء القلبي انجينا بتورس ريسبيراتوري ديستريس اند انيميا. يبقى دي كلها من ضمن decrease utilization of lactate in tissues. effect of lactic acidosis muscle fatigue ودي هنشوفها في اللعيبه في الملاعب اللي هم ما بيعملوش اكسرسايز او ما بيعملوش تريننج كويس او ما بيسخنوش قبل الماتشات rapid breathing nausea and stomach pain. كده احنا خلصنا اهم حاجه في الجلايكوليسيس. تاني هقولها مواضيع اللي هي ال functions بتاعت الجلايكوليسيس regulation of glycolysis ال diseases related للجلايكوليسيس. في بعض الموضوعات المهمة بقى مرتبطة اسمها ميسيلينيوس يعني متعددة. ميسيلينيوس بقى زي ايه؟ اللي هي على سبيل المثال special features of glycolysis in RBCs. هل RBCs بيحصل فيها glycolysis؟ ده هي ما بتحصلش على الطاقة بتاعتها الا بالglycolysis. طيب هل ليها خصائص معينة بتختلف عن اي تيشوز؟ ايوه. قلنا اول حاجة ان هو الغذاء الوحيد للRBCs هو الجلايكوليس. It depends only in لو بتكلم على RBCs واحد انما كلهم they depend only upon glycolysis for energy production. نمرة اتنين بيطلع فيها حاجة مهمة قوي اسمها 2-3 بيسفوسفوجلسكيت لها بي بي جي اللي احنا اتفقنا عليها ان هي بتقلل الاكسجين افينيتي. نمرة تلاتة اللاكتيت دايما هو الاند برودكت اوف جلايكوليسيس جلوكوز اوكسيديشن في الار بي سيز. ليه؟ لان ما فيهاش ميتوكوندريا. نمرة أربعة الجلوكوز أبتيك باي أر بي سيز إز إندبندنت أون إنسولين. بما إن هي الغذاء الوحيد ما اعتمدش أو ربنا سبحانه وتعالى خلق إن هي دخول الجلوكوز دي ما اعتمدش على الإنسولين. أربعة إن بيحصل بتساعد الكوإنزايم ناد إتش اللي بتنتجه بيساعد إنزايم يحول الميتا هيموجلوبين لو اتكون داخل أر بي سيز إلى هيموجلوبين.
طبعا احنا عارفين ان الميثيموجلوبين دوت بيمسك الاكسجين الريفرسولي، يعني تاني ما يسيبش الاكسجين، فمش مش مستحب او مش مطلوب ان الميثيموجلوبين يبقى موجود في الاجسيد. بيتحول الى هيموجلوبين ازاي؟ بمساعده الناد اتش بتاعت الجلايكوليسيس مع انزيم هنقوله تاني بقى. يبقى نقول الكلام ده تاني، ايه الخصائص بتاعت الار بي سيز الجلايكوليس في الار بي سيز؟ نمره واحد، هو الغذاء الوحيد للار بي سيز، ما يعتمدش على فاتي اسيد، ما يعتمدش على كيتون بودز. جلوكوز از ذا اونلي سورس اوف انرجي. نمره اثنين، دخوله لا يعتمد على الانسولين، الحمد لله، لان لو بيعتمد على الانسولين ومريض سكر يبقى جلوكوز مش هيخش الار بي سيز ويحصل لها هيموليسيس، يبقى دخوله اندبندنت. نمره ثلاثه، الاند برودكت لاكتيت. ليه لاكتيت؟ لان ما فيهاش ميتوكوندريا. نمره اربعه، بيكون ال 2 3 بس فوسفوجلسيتلي. ايه فائدتها؟ ان هو بيقلل الافينيتي اوف هيموجلوبين للاوكس، يساعد على الاوكسجينيشن بتاع التيشن. نمره خمسه، بيديني ناد اتش. الناد اتش اللي طالعه دي ممكن تساعد في انزيم اسمه سايتوكوم بي، شايفينه اهو، سايتوكوم بي ميت هيموجلوبين ريدكتيز، اللي بيحول الميت هيموجلوبين الى هيموجلوبين. الميت ايه الفرق بين الميت هيموجلوبين والهيموجلوبين؟ الميت هيموجلوبين فيه فيرك، الهيموجلوبين فيه فيرس. طب ايه الضرر ان الميت هيموجلوبين يفضل ميت هيموجلوبين؟ ان هو بيمسك الاكسجين ريفرسولي، عشان كده لازم يتحول الى من فيرك الى فيرس، من ميت الى هيموجلوبين. يبقى دول الخصائص الخمسه بتاعت الجلايكوليسيس ان ار بي سيز. طيب هل كل نقطة تانية بقى، هل كل الانزيمز او رياكشنز ريفرسال بتاعت جلايكوليسيس؟ نو، احنا قلنا لا، في ثلاثة انزيمز اللي هي جلوكوز 6 فوسفيت الى جلوكوز ده ريفرسال، فركتوز 6 بيسفوسفيت الى فركتوز 6 فوسفيت، بايروفيت الى فوسفوينول بايروفيت. طب ما تيجي نشوفها في الرسمة كده، ادي الرسمة اهي، ادي جلايكوليس الصوديوم من اول الجلوكوز الى اللاكتيت. طب انا عايز ريفرسبل بقى، عايز احول اللاكتيت الى جلوكوز. ممكن كل رياكشن ريفرسبل الا ثلاثه، البيروفيت الى فوسفوين وبيروفيت، ده ريفرسبل بيروفيت كينيز. الفركتوز 6 بيسفيت الى فركتوز 6 فوسفيت، ده بالفوسفو فراكتو كينيز. الجلوكوز 6 فوسفيت الى الى جلوكوز بالجلوكو كينيز والهكسو كينيز. يبقى كل رياكشن ريفرسبل الا الثلاثه دول. الله، وانا ما اقدرش في الحاله دي اعمل ارجع اللاكتيت على سبيل المثال الى جلوكوز؟ ده مستحيل، ممكن ازاي؟ على سبيل المثال قلنا ده اللي هو الاولاني ده جلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت، مش ممكن يرجع؟ لا ممكن يرجع. يرجع ازاي؟ ان انا ارجع بانزيم تاني يشل لي الفوسفيت از ان اورجانيك فوسفيت اسمه فوسفاتيز. نفس الحكايه جلوكوز 6 فوسفاتيز. طب فوكتوز 1,6 بيس فوسفيت يرجع تاني باستخدام انزيم تاني اسمه فوكتوز 1,6 بيس فوسفاتيز. طيب البيوفيت يرجع تاني؟ لا ما يرجعش تاني. امال خالص مش هتنفع؟ لا تنفع، ان البيوفيت ده هو هيديني مركب اسمه فوسفوينو بيوفيت كاربوكس كينيز، ثم المركب ده يتحول الى فوسفوينو بيوفيت. دي القصه دي كلها هنقولها ان شاء الله في محاضره الجلوكو نيجنس. يبقى يعني ايه جلوكونيجينيسيس؟ ان انا احول نون كربوهيدرات الى كربوهيدرات بالستبس بتاعت عكس الستبس بتاع الجلايكوليس، اللي هي مثلا اللاكتيت ده نون كربوهيدرات احوله الى جلوكوز، دي اسمها جلوكونيجينيسيس. استخدم انزيم ايه؟ كل الانزيم بتاع الجلايكوليس. طب في ثلاثه انريفرسبل، ايوه هتغلب عليها بانزيم ثانيه، ونفتكر الكلمتين دول لان دول مهمين جدا في درس الجلوكو نيو جينيسيس. اوكي، طيب الحاجه اللي بعد كده كومباريزون بتوين جلوكوكينيز اند هيكس كينيز. ايه جلوكوكينيز والهيكس كينيز ده؟ قلنا الجلوكوكينيز والهيكس كينيز دول اول تو انزيمز في الجلايكوليس بيحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت، وقلت لكم قبل كده ان دول دو تو ديفرنت انزيمز. اول حاجه ان السايت الجلوكوكينيز موجود في الليفر، هيكس كينيز موجود في كل تيشوز. Affinity of glucose، بنلاقي ان الجلوكوكينيز ليه low affinity، low affinity، الثاني high affinity. يعني ايه low affinity؟ يعني محتاج كميه كبيره عشان يشتغل، محتاج
جلوكانيز محتاج كميه كبيره من الجلوكوز عشان يشتغل، وده متوفر افضل ميل. انما الهيكسوكاينيز ليه هاي افينيتي، يعني كميه صغيره. وافكرك وهوريك الكيرف دلوقتي، حاجه اسمها خدناها في الانزيم اسمها كي ام. كي ام هي سبستريت سبستريت كونسنتريشن which needs to reach have maximum velocity. يبقى كميه الكي ام بتاعت الجلوكاينيز هاي، محتاج كميه كبيره عشان اوصل للهاف ماكسيمم velocity، في حين الهيكسوكاينيز محتاج كميه اقل. الجلوكاينيز بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على نمره 3 بقى، بيشتغل على الجلوكوز اونلي، بيشتغل على الجلوكوز اونلي. انما يبقى النمره 3 هنا جلوكوز اونلي، انما الهيكسوكاينيز من اسمه بيشتغل على الهكسوزيس جلوكوز جلاكتوز اند فروكتوز. يعني ايه؟ يعني يحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت، يحول الجلاكتوز الى جلاكتوز 6 فوسفيت، يحول الفركتوز الى فركتوز 6 فوسفيت. طيب effect of insulin، احنا قلنا في الريجوليشن قلنا ان الانسولين بيعمل يشتغل على الجلوكاينيز ما يشتغلش على الهكسوكاينيز. الفانكشن ده قلنا بيشتغل افتر ميل، لما يبقى في كميه من جايه من الدايجيشن وداخله على الليفر عن طريق الووتر سيركيليشن، يبقى في كميه كبيره، يبقى استيميوليتد الجلوكانيز يشتغل ويحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفين. طب الهيكسوكاينيز ده اللي موجود في التيشوز بقى اساسا، الهيكسوكاينيز ده ليه مهمه عظيمه جدا؟ ان الجلوكوز اللي موجود في البلاد لو دخل جوه الخلايا از جلوكوز، يبقى بعد شويه الجلوكوز اللي جوه السيلز هيعلى على مستواها في البلاد، وبالتالي عن طريق الاسموزس بقى ان الجلوكوز هيبطل يخش جوه الخلايا. انما طالما ان الجلوكوز اللي بيخش جوه الخلايا بتحول بالهيكسوكاينيز الى جلوكوز 6 فوسفيت، يظل الجلوكوز خارج الخليه اعلى من داخل الخليه. تاني ليه؟ بقول تاني الجلوكوز بره الخليه اعلى من جوه الخليه. هيخش الجلوكوز، لو فضل الجلوكوز از جلوكوز داخل الخليه هيبتدي مستواه يعلى عن اللي في البلاد، وبالتالي البلاد جلوكوز مش هيخش جوه الخليه. انما كون البلاد جلوكوز داخل جوه الخليه وتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت، فيظل الجلوكوز بره الخليه اعلى من داخل الخليه، وده بيساعد على الفلو على طول من داخل من خارج الى داخل الخليه، وده فايده الهيكسوكاينيز او تكوين الجلوكوز 6 فوسفيت داخل الخليه. ده الكيرف ده اللي هو بيبين الافينيتي، بنقول ان الهيكسوكاينيز ليه هاي افينيتي، عشان كده الكي ام بتاعه اقل من الجلوكوكاينيز اللي بيحتاج كميه من سبستريت كونسنتريشن اعلى عشان يشتغل الجلوكوكاينيز. طيب نقطه ثانيه، الاند برودكت بتاعت الجلايكوليسيس في غياب الاوكسجين او في غياب الميتوكوندريا هي اللاكتيت. يا ترى ايه فايده اللاكتيت؟ ايه فايده اللاكتيت؟ الفايده اللاكتيت دي فايده قلتها قبل كده وبقولها تاني، ان الناد اتش اللي خرج الناد اتش اللي موجود ده هو اللي بينتج في الخطوه من جلسيرايد 3 فوسفيت الى 1 3 فوسفوجلسيرايد. الناد اتش ده هو بينتج لما الجلوكوز يخش يوصل المرحله دي والناد يتحول الى ناد اتش. ثم الناد اتش لو في اكسجين ميتوكوندريا بيدي الهيدروجين تحته عشان يحصل لها اوكسيديشن في الريسبيرتوري تشين ويديني طاقه. طيب لو دخل يبقى هنا انا خلصت من هيدروجين عن طريق الريسبيرتوري تشين. طيب لو دخل جلوكوز تاني يبقى الناد اتش تحولت الى ناد. انما في غياب بقى الميتوكوندريا او الاكسجين يبقى مفيش ريسبيرتوري تشين. يبقى بالتالي الناد اتش دي مش هتقدر تتخلص من الاتش اللي هي شايلاه. وبالتالي لو دخل مولوكيول تاني وتالت ورابع هيلاقي مش هيلاقي ناد، هيلاقي ناد اتش بلس 1. وبما ان الناد ليميتد اماونت يبقى هيوقف الجلايكوليز. انا مش عايز اوقف الجلايكوليز. ما وقفوش الجلايكوليز ازاي؟ ان كل ناد اتش تتكون ترجع تاني تاني. كل ناد اتش ترجع ناد تاني عشان لما الجلوكوز يخش يلاقي ناد. وبالتالي في عدم وجود اوكسجين او ميتوكوندريا
الهرج اللي محمول على الناد هيروح يدي للبيروفيت عشان يتحول الى اللاكتيت. يبقى دي هو اهميه البرودكشن امبورتنس اوف لاكتيت برودكشن. في يبقى اذا ناد اتش ماست بي ري اوكسيدايز تو ناد تو الاو، يعني ايه اوكسيدايز عشان منه هيدروجين تو الاو جلايكوليسيس تو بروسيد، لتستمر الجلايكوليسيس عشان لما الجلوكوز تاني وتالت ورابع يخش يلاقي ناد ما يلاقيش ناد اتش. يبقى لابد ان اي ناد اتش تتكون اشيل منها الهيدروجين، في وجود الاوكسجين هتروح على السبيرت ستريم، عدم وجود الاوكسجين هتروح على البيوفيت تحوله لاكتيت، تحوله الى لاكتيت. ده نفس الكلام اللي انا قلته دلوقتي، وده نفس الرياكشن. ادي الثيرات فوسفيت الى بيوفيت الى لاكتيت. لو ما فيش اوكسجين ميتوكوندريا الاثنين هيدروجين دول هيروحوا، ثانيه واحده، الاثنين هيدروجين دول، الاثنين هيدروجين دول هيروحوا، واحده هنا اهو تبقى او اتش، واحده هنا تبقى سي اتش، يبقى ده تحول البيروفيت الى لاكتيت. ولما اشيل الاثنين اتش دول يتحول الى ناد. يبقى اذا تكوين اللاكتيت عمل ايه؟ عمل ريجنريشن للناد اتش، حوله الى ناد تاني. طيب يا ترى اللاكتيت ده هوت، انا بتكلم عن اللاكتيت بقى مش ناد اتش، اللاكتيت، اللاكتيت ده هوت هل موجود نورمالي عندنا في الدم؟ اه موجود، بس نورمالي نسبته قليله قوي 1 تو 2 ملي مول. يا ترى بيجي منين؟ بيجي اساسا من ار بي سيز ديو تو ابسنس اوف ميتوكوندريا والماسل. بيروح فين يا ترى؟ بيروح يا اما يعمل لي جلوكوز، ده حاجه هناخدها في جلوكونيوجينيسيس ثرو حاجه اسمها كو سايكل وهوريكم عليها دلوقتي، يا اما كونفرجن انتو بايوفيت يرجع تاني لو توفر لاكتيت، لو توفر الاوكسيوم ميتوكوندريا يرجع تاني انرفرسول ويتحول الى بيروفيت، وبيروفيت يكمل في كريبس سايكل. يا اما لو قلنا زي لعيبه الكوره، لو اللاكتيت ده عالي قوي ومفيش تمرين ولا تسخين قبل اللعب يعمل ماسل فاتيج، او الجزء من اللاكتيت يحصل له اكسكريشن في اليورين. يبقى ده هو الفيل، جلوكوز اوكسيديشن كونفرجن تو بيروفيت ماسل فاتيج اند ده كوي سايكل. الكوي سايكل ده هو عبارة عن ايه؟ الكوي سايكل ان احنا قلنا ان في الجلايكوليسيس ادي الماسل اهي، ثانية واحدة كده، ادي الماسل في الماسل او ريد سيلز الجلوكوز بالجلايكوليسيس دي بيروفيت، والبيروفيت لاكتيت ديهيدروجينيز هيتحول الى اللاكتيت. يبقى الانزيم اللي بيحول اللاكتيت بيروفيت الى لاكتيت عملناه قبل كده باللاكتيت ديهيدروجينيز، وطبعا الرياكشن ده ريفرسبل. اللاكتيت هيطلع بره الماسلز او الار بي سيز الى البلد ويروح للليفر، ويروح للليفر يتحول الى بيروفيت تاني في وجود لاكتيت ديهيدروجينيز الى الجلوكوز. الله، والجلوكوز يطلع تاني يروح المصل. يبقى دي سايكل اهي، يبقى السايكل دي جلوكوز لاكتيت في المصل او الار بي سيز، لاكتيت جلوكوز في الليفر. طيب احنا ليه بنقول ان لما نقول نقطه بس قبل ما اختم، ان الجلوكولاجينيسيس مثلا بتحصل في الليفر ما بتحصلش في المصل، يعني ما بنقولش ان اللاكتيت ممكن يتحول في المصل الى جلوكوز. لما اقول لوكيشن الباثوي الفلاني بيحصل في الليفر ما بيحصلش في البرين، لان الانزيمز اللي هي بتاعه الباثوي ده موجوده في الليفر ومش موجوده في البرين. عشان كده لما نقول لاكتيت يروح للليفر ويتحول لجلوكوز ده اسمه جلوكونيوجينيسيس، وده نتيجه ان الانزيمز دي موجوده في الليفر مش موجوده في حته ثانيه، وده هنقوله ان شاء الله في الجلوكونيوجينيسيس. كده اعتقد ان احنا خلصنا وكملنا جلايكوليسيس، وارجو ان احنا نكون لمينا المحاضره الاولانيه والمحاضره الثانيه يكونوا لمينا المواضيع كويس. واشكركم، ولو في اي فيدباك ارجو انكم تبعتوا لي على الايميل اللي هو موجود عندكم. شكرا جزيلا.